مشاهدين الكرام اللي كيشاهدونا في هذه الساعة المباركة، نتمنى الإخوان يكونوا على خير وبخير وليلة سعيدة. اليوم نضرب واحد الدورة في مدينة القصر الكبير اللي كتعيش واحد الأجواء ليلية جميلة، وهذا الجو هذا كيعجبني أنا يوميا كنخرج نضرب واحد الدورة في المدينة، الجو ديالها كيكون مزيان. حتى السيارات ما كيكونوش بزاف، كيكونوا قلالين، وكنستمتعوا بهذا الجو الليلي. خليكم نتوما تستمتعوا معنا. شكرا الله.
هذه الحديقة اللي كانت محكمة الأسرة سابقا وبقات شي ولات هنا حديقة كما كتشاهدوا. هذه كانت محكمة الأسرة.
دي الحديقة ديال حي الشرفاء ديال ولاد حميد ديال هذا لاكار ديال الترن كما كتشاهدوا. لاكار ديال الترن هو هذا ديال القصر الكبير حتى الطرقية.
اخوان تبارك الله عليكم المشاهدين والمتابعين ديال الفلاح رافع. غنخلي نقطع هذا اللايف هذا وعندي لايف اخر جديد ان شاء الله. اللايف في واحد الطريق يعني كتعطي واحد الجماليه داخل المدينه، جماليه في منتهى الروعه. انتم تلاحظوا معنا الجماليه ديال هذا الطريق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.